شمس العاشر من ذي الحجة، وأدى المصلون صلاة العيد معلنين بتكبيراتهم انطلاق عيد الأضحى المبارك. الله أكبر الله أكبر. بعد الصلاة يبدأ الفلسطينيون أول أيام عيد الأضحى بزيارة الأهل والأصدقاء، ثم يتوجهون لذبح الأضاحي وتوزيعها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بنروح المسجد، بعدين برجع بسلم على عمامي وعماتي، بعدين بروح مع عمامي على خالاتي، بعدين يوم نروح منضحي، بعدين منوزع على قرايبنا. للوهلة الأولى تبدو هذه المشاهد وكأنها مشاهد درامية، لكنها في الحقيقة واقع الأطفال الفلسطينيين أثناء العيد، لأنهن يعني كل الأولاد بيحبوا الفرود لأنهن طخ. فثقافة المقاومة تفرض نفسها هنا حتى على ألعاب الأطفال في يوم الفرحة الأكبر.